جاهليه الصوماليه ده كود قن رين مارك أيها سو أبابلي بنام بحيس وين لوجو صور جدو الدولة الدين مارك صدوقك ورمايو ورجهنا محمد شرف جاهليه الصوماليه ده كود قن وطن كدين مارك أيها سكوب سو بحي مظهرات آدو بلادن كاسو أيك صور جدان الدولة الدين مارك أو سو صارت شرعي أيك علني صدق الصوماليه كوا سو دكانا ثمان سنة إيان كبدن نقول شو دينا كبيلا به هل كان عرور نكود عليه كاسو أي كعلني يا ودم كودي حير كنا أوي هاي إن سومالي دو كلي وكسب سين هاي لكن من تد بدنا يا سكو كسب حي كواسو كبيه دي ده دي واتا دلقو هاي سومالي دو كلي يا أيقوم فرينا أدرى دولة الصومالية عصب إن أي وحكة قبضة أرنك تاجا وحد موتا إن أي معرفة تد كصومالية كم يدوبين دي واتا دلقو هايو تاسو إسكي ما دي ملك هلو دوان أو كم يدو وطن كده ماري تاسا أنا يا كلفتي إن سومالي دو ويستاجان دبعت دو دنا أي كهدلان أيقو فرين ودرايا لبادر دنا دولة دنا مارجع دولة سومالية يدت كي هلكا كهدلا يو رئيسي أنو كقادنا حي أود عن سدتن فرماتش أو ألوجا هي سومالي دن بعشقتو دني لو يستاجان ودو تاجر يا رئيس الوزراء خير موقف كذا كو أدن أرين تان ربع عنين يو سومالي دا إن أي نوع ديا وإن أي نوع شجع دولة دي وهرة هدي أي هشيس كشيء ما واحد قال تيهم صومالي ده إلا علي وشاس بحر باقة ودرينا دولة حكومة الصومالية مدحوينو وقوه الرأيو صوماليا هنو لاتو صومالي دون هنو لاتو هاي سراع عدنو دانتو هذا هاقرتين دالك هو دي دادك هو دان هاو يستاقين دانو هو دان هاي سراحين إدنو حقبا ميسي إياقو حقب صدين وانو يسكن في لنا هاي صوماها دل كيني وين سوغي يا سوماها دل كيننا وين جعل هاي سوماها مركي دل كي يقو ديار نقود دولة ديادو لغي هيدو كي استعفتن سيدي والاشين شاكتين ايانو ديب قول عمان اينا ايادون ديارنا لغو غصب سوماها واتا هاي تقالي سوها شكل قوي دين واحد هاي اما كا واحد وين عدكين واحد دوني سان انيات قارسي سان قدها ودن كردين مارجي دولة ديادا حاجة كلا ودن كي سوماليا محاد عط يود ودرة سان دولة عصوبة إما كده لا تي وفرماش وقامين أيوة محاد يجا نفر سان عط كين إنه قرات قرب تنا يجا وحن جعلان لهن إن دولة صومالة إن جرسينو إن أن أذو وحنا هاي إن أنا كم مدي دنين إن صوماليا وضع كين وين صوماليا إن صوماليا كنا غنا مدي دنين لكن وحن دي دن هاي إن وقت يعني بأدن ديار سنين دد أن ديار سنين يودن يدولة أن هالين كرين دد كذي إن ربوديو أن جرين أو لغة سوقري حلمة دات هالها من حلمة السحري إن دولة صومالية أنا قلت دولة سير فضود وحي عطنتي لوسي إني وحي عطنتي صحيح كرتو مركا وحن جعلان لها إن دولة صومالية كأصل لها إن قوان كهوري دولة هوري لقش دولة الدنمك إن دبو إيكتو قوان كاسنا سيد أنو سيد دلك هيدا يو إنكو قريان إيو وطن سيدي عاد صومالي حين صومالي لقوم إعلن كرايو مركو عن جعلان لها دوت صوماليات دوت صوماليات إلا دوت كيدا ودن قطع قوبتا أنو كسو غن هوا قوبتا أو كسو غب غب دي مدهرات كي مانتا لغو قبتا مغالا دو كوبيني غني عاتي ودن كده ماري تاسو أي سو غب غابيا إن شالي دوت صوماليات كودا غان ودن كده ماري كاسو يكا غسو هرشيدان دوت كاسيدا حق دار رضا لغو إعلن أي ودن كودي أي غو آن ديارو هين إما غو حي لتاقن والاليه سو غب غابيا كوي غو ري ومغ عيسا ليدا شمال شمال كسو دو صومالي كيبل تيفي ولا العاد بوض ما سنتهي ولا واحد نوقع ورنتا ما أنت مظاهرات كنا نركن عدد كبدن كسوق يبقى لين محو كسب سيء ولا لا دبها أنت والله محو كسب سيء هاي إلا صدق قيمات بنقول غادي كرا قيمت كواد هو يعني إن درين كنا عن لو ذاك نصوا مالده إيه دت كان الله نور هاي دينش كا عن تصنو إن أنا كحنا هاي درين كان دولد عصب قان كقارته كوا عدد نصوا مالده سعر الله قضاء ودن كل وعليه midu taas mid labaad inaan tusno Soomaalidu inay tahay dad wax abaabuli karta iyo iyadoo dad kale oo ajaniba u yaran in dhalinyaro Soomaalidu wax isku dabridi karto oo Soomaalidu dad bisil ay yihiin midda saddexaadna anigu ugu muhiimsanayd anaga aragno waxa weyn in dadka Soomaalida ee walaalaheena keeskan u saameeyay inaan aan tusno inaan garab taaganahay okay wad maasantay bugal waxaan warnaa wareysiga kala doonaa inuu ka waqaadno bulshadeena Soomaaliyeed ka soo qayb galay mudaharaadka maanta imkan wali waxaan ku jiraa qaybaha dumarka walaal ku soo dhawaa TV ga Soomaalika magaca en faalmo balay la walaal walaal ka warra maanta mudaharaad soo dhacay
ان runtii mudaharaadka aan aad buu fiicna maanta dareen fiican oo umada Soomaaliyeed aan ay dareemeen in ay yihiin dad nool oo wixii runtii dareenkooda lid ku ashay karabe ahayd een waxaan ka shaqeynaynaa muddo laba bilood ah inkastoo sidii aan u rabnay dadku ay soo wada bixin hadana een waa ku faraxsanahay inta maanta soo baxday waa in matali karto Soomaalida oo dareenkooda gudbin karta kaliyay maanan ahayn dad badan oo ajnabi iyo Danish intaba isugu jira baa yimi oo arimahan daneynayo oo arintan ka xun ka soo horjeeda marka message fiican iyo dareen fiican iyo wax qurux badan ee maanta ahayd because waxa Soomaalida hadda maanta lagu haysto waa waxaan aaminsanahay inuu gardaray yahay waa wax ka hor imaanaya qaynuunada caalamiga ah iyo shuruucda u yaala qaxootiga adduunka wadamada EU ka jira ee member ka tahay sida Denmark oo kale marka waxaan isleenahay message fiican oo ah dadka Soomaalidu inaysan aqbali doonin wax ku salaysan cunsuriyad ama يعني يجي إن كل جو تارجل لقى دكتور محيي لو ضد ضعيف عمل إن أنا أقبل الدوني مكا ما سيج قرح بدن بيدت كدران أدب أنا أوفر حسنا ومحمد شرف تي في على مجا سومالي كيبل تي في مجا لدى كوبنهاجن وطن كردن مارك